هذا ووصل إلى مملكة البحرين مساء أمس فخامة الرئيس غزالي عثمان رئيس جمهورية القمر المتحدة للمشاركة في الدورة العادية 33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه مملكة البحرين، حيث كان في مقدمة مستقبل فخامته رئيس بعثة الشرف السفير الشيخ خليفة بن محمد بن عطية الله الخليفة.